وأيضا لأن المعادلة معادلة الحرب ليست ثنائية، فالخسائر الاقتصادية لأوكرانيا والزراعية تحديدا 3,400,000,000 دولار تمثل طامة بالنسبة لأوروبا التي تخسر يوميا المزيد من سلة غذائها، وهذا إلى جانب التكلفة الميزانية التي تحدثنا عنها وتشمل الغرب وخطوط إمداده البطيئة لكن المفتوحة للأوكرانيين، وباتت مصدر قلق لا سيما للولايات المتحدة التي استنفدت مخزونات استراتيجية ضرورية مقابل إرسالها لكييف، والأدهى أنها ليست كافية لسد الحاجة وتحقيق التكافؤ في دونباس. المطلوب بحسب كييف هو الآتي: 300 نظام صواريخ و1000 مدافع مدفعية هاوتزر، 500 دبابة، 1000 مركبة مدرعة و1000 مسيرة، أكبر وأكثر بكثير مما وعدت به الدول الغربية، والذي بالأساس لم يصل منه سوى 10% بحسب زيلينسكي. وبالمعادلة الأكبر بعيداً عن ساحات المعارك التي يبدو أن جميع الأطراف فيها مستنزفة، خرجت روسيا منتصرة في المئة يوم الأولى على الأقل. 93 مليار دولار عوضت خسائر الأرض بصادرات الطاقة. إذن أمام نحو مليار دولار يومياً تكسبها روسيا وركود اقتصادات غربية، يقف الغرب حائراً والآن منقسماً بحساباته. ربما يجدر به التفكير بقول انطلق من فلورنسا قبل نصف قرن: لا تجرح أبداً عدواً مميتاً وتدعه يعيش، وإنما إما أن تقتله أو تجعله صديقاً. وربما تأخر الغرب. Нам нужна помощь, потому что без помощи соседних стран мы не сказать, что долго выстоим, но все-таки выстоим. Положиться чи не положиться, тут тоже такая штука. Вони ж захищають, вони повинні, ну Європа, США, вони повинні вже думати не про те, що Україна, що вони допомагають Україні. Вони повинні думати про те, що це, що ця війна в Україні не зупиниться. Ну а хто ще поможе? Хто поможе, скажіть? На кого можна рассчитывать? Должны быть друзья, наверное, какие-то. Плохо без друзей.